من خارج المكان كصورة خارج إطارها، وسرب حمام يسبح في سماء لا يعرفها، كان صوت فلسطين الصادح. لم يعش في وطنه، لكنه اخترعه من الحنين والذكريات، وحمله معه في حقيبته المهاجرة التي جعلت منه أيقونة لكل غريب ومنفي بين العواصم. إدوارد سعيد، الفلسطيني الطائر، أستاذ المنفى والشتات. Look, he knew how bright he was. He knew how valuable he was. He knew how well he spoke and how brilliantly he wrote. As I say, a scholar and an ordinary man's person, you know. Very few academics can do that. But I mean, you know, he didn't live in Palestine, quote unquote. You know, his life and that of his wife Miriam was in New York, and of course he traveled a lot. But I think he realized that he was the voice for other people. إدوارد كان من الأصوات القليلة من بداية الثمانينات لحتى رحيله سنة 2003، من الأصوات القليلة والبارزة التي يمكن القول أنه ما في وجود لفلسطين من دونه خارج الولايات المتحدة الأمريكية. يعني صار في نوع من التماهي بين اسم فلسطين واسم إدوارد سعيد. كان كل حياته وكل أعماله مكرسة لنقطة واحدة، هي الدفاع والنضال مع المظلومين والمقهورين والمشردين والمنفيين. الدافع الرئيسي لكتابة مذكراتي هو حاجتي إلى أن أجسر المسافة في الزمان والمكان بين حياتي اليوم وحياتي بالأمس. منذ عدة سنوات تلقيت تشخيصاً طبياً شكل علامة فارقة في حياتي، فشعرت بأهمية أن أخلف سيرة ذاتية عني تكون بمثابة سجل لعالم مفقود أو منسي. نيويورك 1994، خارج المكان. هكذا عنوان المفكر والفيلسوف الفلسطيني إدوارد سعيد مذكراته، أو بالأحرى هكذا عنوان حياته وحياة ملايين الفلسطينيين غيره. عنوان يخلط المجاز بالحقيقة وينبئ عن حالة نفسية يساورها شعور مستمر بالنفي والاغتراب، ذكريات تلح على جسده المريض ليكتبها، وتجربة ستحمل في طياتها فصولاً عن المنفى كتجربة شخصية وتجربة فلسطينية عامة طالت شعباً بأكمله. خارج المكان هو الشعب الفلسطيني، هو روى قصته بمذكرات الطفولة تبعه بصفته جزء من الشعب الفلسطيني، بس خلى الطبيعة الشخصية، لأنه هاي مذكرات، يعني خلى قصصه بالإسكندرية وبالمدرسة وبالقدس وببرمانة وإلى آخره. إذا واحد قارئ الكتاب بيكون شايف هالمروحة الكبيرة، بس هو خارج المكان بصفته فلسطيني. He saw being out of place as a psychological state of things. He saw being out of place as a physical characterization. He saw out of place as also a moving reflection on being out of place, the place being Palestine. جبل إدوارد منذ نشأته على مجموعة من التناقضات،
فهو الفلسطيني المولود في القدس الغربية لعائلة ميسورة تسكن في حي الطالبية في عام 1935. أخرجته إلى الحياة قابلة يهودية وأهدت أنفاسه الأولى لأب يحمل الجنسية الأمريكية. اعتاد التنقل بحكم تجارته في القرطاسية ما بين القدس التي كانت ترزح تحت احتلال بريطاني وما بين القاهرة التي كانت تمثل قلب العروبة النابض. ولد أدوارد بالقدس وأهله من فلسطين، أمه من الناصرة وأبوه كان من القدس. كانوا دينهم كان مش الدين العادي، كانوا بروتستانت بمنطقة معظم الشوام اللي كانوا مسيحية مثلهم كانوا من الكنيسة الشرقية. بهالبيئة هايدي هو ما كان يشعر إنه بينتمي، لهيك وجد بنفسه تناقضات. بقى هاي الاشياء هاي كنا كلنا كتير غطسين بمصر وبفلسطين، ونحن ولا يعني قادرين نروح على فلسطين، ولا كان أدوارد، كنا مش مصريين. وبنفس الوقت كان عندنا باسبور أمريكاني. تخترع جميع العائلات آباءها وأبناءها، وتمنح كل واحد منهم قصة وشخصية ومصيرا، بل إنها تمنحه لغته الخاصة. وقع خطأ في الطريقة التي تم بها اختراعي وتركيبي في عالم والدي وشقيقات الأربع. فخلال القسط الأوفر من حياتي المبكرة لم أستطع أن أتبين ما إذا كان ذلك ناجماً عن خطأ المستمر في تمثيل دوري أو عن عطب كبير في كياني ذاته. وقد تصرفت أحياناً تجاه الأمر بمعاناة وفخر، وأحياناً أخرى وجدت نفسي كائناً يكاد يكون عديم الشخصية وخجولاً ومتردداً وفاقداً للإرادة. غير أن الغالب كان شعوري الدائم أني في غير مكاني. أهله حاولوا لأدوارد يأثروا على شخصيته ويديروه بطريقة خاصة ويعلموه إشياء كانت بتهمهم، بس هو كان يقاوم هالشي وبيحكي بسيرة حياته، بيحكي عن هالموضوع كيف بيو كان يقول له ما بتوقف جالس ويخليه يوقف جالس وبدهن يتدرب بكذا أو كذا، وهو كان يعني يلتزم يعمل هاللي أهله يقولوا له إياه، بس ما كان يحب وكان دايماً يقاوم هالشي. هذه الفترة من حياة الأولاد، الفترة الشاب خاصة الشباب بفتكر، وهلأ أكتر البنات كمان مش بس الشباب، إنه بتحس بدك تكسر القالب تبع اللي محطوط فيه وتجرب إشياء جديدة بالحياة. كان شغف إدوارد بالموسيقى كفيلاً بإخراجه بعيداً عن ضغوطات العائلة والمدارس ذات النظام الصارم التي كان يرتادها. فقد تعلم عزف البيانو وهو طفل، وكانت أسطوانات الموسيقى الكلاسيكية الصديق الأهم الذي حرص إدوارد على التواصل معه في كل الظروف. وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه كان يستمع إلى تسجيلات كبار المغنين والملحنين العالميين. الموسيقى خلته يعني العقل، الموسيقى بتخليه يشعر والعقل يفكر، واثنينهم سوا ساعدوا أكثر. لهالسبب كمان كان هامه أنه الأولاد يتعلموا الموسيقى.
كأي فلسطيني آخر من جيله، كان إدوارد سعيد استعارة حية لفكرة المنفى، وكان قدره ككل الفلسطينيين أن يختلط ماضيه بماضي القضية الفلسطينية وأحداثها، فلا تصح أي سردية شخصية لإدوارد بعيداً عن السردية الفلسطينية بكامل تأثيرها وتشعباتها. ماضي إدوارد كان معادلاً موضوعياً لماضي الشعب الفلسطيني بأكمله. يحضرني الآن إدراك لهول التفكك الذي عانته عائلتنا وأصدقاؤنا، وقد كنت بالجهد واعياً له. أنا الشاهد الذي لم يشاهد شيئاً في العام 1948. بفضل عمتي نبيها اختبرت فلسطين أول الأمر تاريخاً وقضية، وهي أيضاً أول من نقل إلي مشقات أن يكون المرء بلا وطن أو مكان يعود إليه، على أنه لم يكن لي أن أستوعب كامل أبعاد النكبة التي حلت بهم، ولم أستطع تجميع الشذرات السردية المختلفة لأكون منها رواية متكاملة لما جرى فعلاً في فلسطين. النكبة اللي بلشت 48 ما خلصت بنهاية حرب 48، النكبة هي عملية مستمرة منذ 48 لليوم، فأكيد ولا فلسطيني بالمكان، الفلسطينيين خارج المكان حتى اللي قاعدين بفلسطين وهم يناضلون لاستعادة المكان. هاي هي النقطة يلي لازم تنفهم بصرف النظر عن تسوية سيسي. The Palestinian cause was always deep seated in Edward Said's intellectual, emotional, physical life. What made him such an extraordinary scholar and intellectual was that he was always connecting different aspects of his life. He never compartmentalized. There are many academics for whom, the private, the personal is one aspect of their life, and the intellectual, the professional is another aspect. With Edward Said, there was an integration of all aspects of being. على إثر النكبة لم تستطع عائلة إدوارد الرجوع إلى بيتها في القدس، فقد كانوا في القاهرة أثناء الحرب، لكن إدوارد لم يبقى طويلاً في مصر، حيث اضطر للسفر إلى أمريكا وحيداً للدراسة وهو لم يتجاوز 15 من عمره، وهو الأمر الذي أدخل إدوارد في صراع جديد مع مكان جديد يحاول أن يجد فيه نفسه التي تركها في القدس قبل عدة سنوات. حولتني ضخامة نيويورك الهائلة وبناياتها الشاهقة الصامتة والمغلقة إلى ذرة تافهة، فأخذت أتساءل عن موقعي من كل هذا، فإذا عدم اكتراث أحد بوجودي يمنحني شعوراً غريباً وإن يكن مؤقتاً بالتحرر لأول مرة في حياتي. وكانت فلسطين تلوح كلمح البصر ثم تختفي سريعاً من حياتنا النيويوركية. راح انتقل على أمريكا، كان صغير وهو كتير بعين بالكتاب هيدا أنه راح صغير، بس طبعاً كان وقت القانون الأمريكاني إذا الواحد ما راح بوقت معين بيروح بيضيع الجنسية، وأبوي كان خايف عليه مستقبله وهيك. عشان هيك لما كان عمره 15 سنة إجا على مدرسة بأمريكا وإجا لحاله، فكمان بأمريكا ضاع أكتر، فهل تألؤز أو الشعور إنه ما بينتمي لمحل قوي بعد ما إجا على أمريكا. في الولايات المتحدة الأمريكية درس إدوارد في مدرسة ماونت هيرمان الداخلية، وانتقل منها إلى جامعة برانستون التي درس فيها حقل الإنسانيات، ليصل بعدها وبمنحة دراسية إلى جامعة هارفارد التي أمضى فيها 5 سنوات وتخرج منها
حاملاً درجة الدكتوراه في النقد الأدبي والأدب المقارن عام 1963. بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة، أعتقد أن يعني شعوره بالاغتراب ازداد، ولكن أيضا يعني عاش معظم حياته في الولايات المتحدة، ولكن عاشها كشخص غريب عنها إلى حد بعيد. فمهما تقرب من الثقافة الأمريكية وشعر نفسه إلى حد بعيد جزءا منها ثقافيا، أعتقد أن راوده شعور باستمرار على أنه غريب عن هذه البلاد. نيويورك 1963. مشى الدكتور إدوارد سعيد أولى خطواته أستاذاً للأدب في إحدى أعتى وأهم الجامعات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة كولومبيا. بدأ إدوارد حياته العملية من هذه الجامعة التي قامت بتخريج العديد من الساسة وعلماء الاقتصاد حول العالم. مثل وجوده في هذه الجامعة نقطة انطلاق قوية ساهمت في صياغة مستقبله الذي بدأ بكتابات ودراسات أدبية ونقدية بحتة بعيداً عن الشأن الفلسطيني. وكان شاطر كتير إدوارد، شقي لما كان صغير وبالمدرسة وهيك ما له خاصية على الدرس كتير وهيك، بس كان يقرأ كتير كل عمره. ولما راح على ماونت هيرمان شوي انهز شوي كمان، لأنه ستريكت المدرسة قاسي شوي، وهو كتير بيحكي عنها بالهي. بعدين برينستون طبعا كان هو كتير كتير شاطر ومن أشطر الشباب، يعني انه طلع له جوائز وهيك أشياء. بعدين راح على هارفرد، يعني إذا أنت عندك B.A. من برينستون و Ph.D. من هارفرد تروح على كولومبيا. يعني this the place where I'm sitting right now used to be Edward Said's office. His secretary used to sit in one of the rooms, you know, down this hall. And the room that you see here, almost everything is as it was when he was here. You know, this glass bookcase, this desk was Edward's, that chair was Edward's, and this was an office with a lot of history. ربما كان إنتاج إدوارد الفكري سيقف عند حدود النقد الأدبي، وكان اتصاله بالمنطقة العربية وقضاياها سيقف عند حدود رسائل أهله وعناوين الصحافة، لولا حدث فاصل اعتبر الحدث الذي أخرج إدوارد الفلسطيني من جديد وساهم في تشكيل مستقبل إدوارد سعيد القادم بأكمله. عام 67 كان مدمراً لي ولكل شيء عرفته. كنت وحيداً في أمريكا وقتها، حيث شاع فيها إحساس عارم بالنصر، ليس فقط بين أوساط اليهود فحسب، وإنما عند الجميع، حيث كان الناس خلال الحرب يسألون في الشوارع كيف حالنا، وهم يقصدون إسرائيل بالطبع، تلك الدولة الصغيرة التي كادت تسحق لكنها انتصرت انتصاراً عظيماً. لم أعد الإنسان ذاته بعد عام 67، فقد دفعتني صدمة الحرب إلى نقطة البداية، إلى الصراع على فلسطين. تحول إدوارد من أكاديمي في بداياته وفي شبابه إلى مثقف عام إلى حد بعيد، يحاول أن يحاور وأن يكتب إلى جمهور أعم وأكبر من الجمهور الجامعي وجمهور المثقفين. وكان طبعا هذا التحول قد حصل بعد هزيمة حرب 1967، عندما اكتشف إدوارد لهوله مدى كراهية العرب في الولايات المتحدة، أو كراهية الأمريكيين والأوروبيين للعرب، ما أصابه بصدمة أعتقد غيرت مسار حياته. The PLO was formed in the mid-60s and began to be recognized as a representative of the Palestinian cause by after the 67 war. And for
The attitudes changed enormously. U.S. policy changed. If you take a look at the media coverage, there's a spike in 1967, which has remained very high. The coverage of Israel is higher than almost any other country since then. And this became a leading issue in American political life internationally as well. And Edward was, of course, affected by that. And it's quite true, as you said, that his direct engagement and involvement in the issue really traces from 1967. بعد 67 أنا تعرفت عليه أول مرة يمكن 69 70 كان يريد أن يجد نفسه ضمن المجموعة ضمن الهوية الفلسطينية وضمن المكان أيضا عندما شكلت مثلا الهيئة المستقلة لحقوق المواطن وطلبت منه أن يكون على عضو مجلس أمناء بدون أي سؤال أو تردد قبل وقال بأنه يريد أن يساهم وأن يكون جزء من صناعة الواقع الفلسطيني هذا. مع بداية السبعينيات وملاحظة إدوارد لطبيعة الدعاية التي كانت تدار حول العالم عن العرب وطبيعة حياتهم وقضاياهم، أدرك إدوارد حجم التباين ما بين الصورة الحقيقية للشعوب المضطهدة وبين الصورة التي يسعى المستعمر لتكريسها عن تلك الشعوب، مما جعله يبدأ بدراساته النقدية لهذه الظاهرة والتي أسماها بدراسات ما بعد الكولونيالية أو ما بعد الاستعمارية، لتتبلور هذه الأفكار عام 1978 بين دفتي كتاب يعد من أهم الكتب الصادرة في القرن العشرين، الاستشراق. هذا الكتاب نما بطرق لم أشهد مثيلا لها، ثم وعلى نحو مفاجئ أصبح هذا الكتاب شيئا أكبر، أصبح التاريخ الكامل لتمثيل الآخر. أعتقد أنه أحد أوائل الكتب التي حاولت القيام بذلك. لم يكن الكتاب مجرد عمل فكري، بل حوى كذلك الكليشيهات التي اتبعتها الدول الاستعمارية لفرض هيمنتها على المستعمرات. Well, the book was very original, innovative and perceptive and acute study of the way in which the others, the East in this case, the Oriental countries, were depicted, interpreted, and understood in the scholarly literature of the West. He reviewed a lot of that, but also in general culture. But what it did was opened minds to a willingness, among many people at least, to consider their own biases, predilections, tacit beliefs, and to ask whether these were distorting and modifying our interpretation of other cultures. إدوارد سعيد أنتج على المستوى المعرفي واحد من أهم الكتب في نهاية القرن العشرين اللي هو الاستشراق اللي حلل فيه ظاهرة كبرى لعبت دور أساسي على المستوى الإيديولوجي باحتلال الشرق وبتحطيمه، وهو بيقول باختراع الشرق، ولما حلل القضية الفلسطينية ربطها بهذا بهذه المنظومة الفكرية، وقري المأساة الفلسطينية بصفتها جزء من التوسع الأوروبي بالقرن التاسع عشر. What he did in showing how the West had misled itself in its literature, its novels, was the first time we saw a Western speaking intellectual, although be it Palestinian, who tried to show us the folly of Orientalist paintings, Orientalist literature. The Arabs always had to be represented as this aging, rather sullen, lifeless people who obviously needed Western help to raise them to the heights of civilization. And Edward got that across very well in Orientalism. I mean, he spotted that from the start. And I think that after that, I mean, Orientalism became
a study in itself in the United States after he wrote that book. منذ منتصف السبعينيات وصولاً إلى أول الثمانينيات ظهر تيار من النخب والمثقفين الفلسطينيين الأمريكيين الذين حاولوا خلق صورة جديدة لحقيقة القضية الفلسطينية عند المواطن الأمريكي. وقد دخل إدوارد هذه الحلبة من خلال بدء حديثه عن الصهيونية وربطها بقضية فلسطين، مما جعل منظمة الدفاع اليهودية والتي صنفت في أمريكا على أنها منظمة إرهابية تقوم بتهديد النخب الفلسطينية التي تتناول الصهيونية وتنتقدها بالتصفية، من أمثال إسماعيل الفاروقي وأليكس عوده وغيرهما. أما إدوارد سعيد فلم يكن استثناءً، حيث تم نعته ببروفيسور الإرهاب، كما وصلته العديد من التهديدات وتم إحراق مكتبه في الجامعة، الأمر الذي وضعه داخل دائرة الخطر بسبب آرائه. بعرف ومتأكد أنه تم تعرض لتهديد من شيء اسمه JDL Jewish Defense League، عصبة الدفاع اليهودي. هذه جماعة فاشية متطرفة وتقتل وتهدد، وقد تعرض فعلا أدوارد بهذه الفترة لتهديد. وأذكر تماما أنه أنا وصديقي ما ضروري نذكر اسمه الآن عرضنا عليه أنه نرافقه من كل يوم من بيته لمكتبه على الأقل أول شهر شهرين لبعد زوال هذا التهديد. قلنا له أي ساعة بتخلص مصفك نحن منرافقه. كان ساكن على الريفر سايد وقتها مع برودواي، فهو قال لا ما في ضرورة، ولو هذا مواقف لازم واحد ياخذها ويتحمل مسؤوليتها، وانه كانه لمحنا انه في هناك من يراقب امنه في تلك الفتره. بس كان عم يتصرف بطريقه كثير يعني ما في عنده هالبارانويا، بالعكس كان عم يتصرف بشكل طبيعي، ولكن بالتاكيد انه تعرض في تلك الفتره لتهديدات من جيوش ديفنس ليج. Edward had to deal with all kinds of terrible events in this very office. You know, there were people who tried to break into his office, and this is one reason why you'll notice that the door, it's a very heavy door. There's a reason for that. Not all the offices in Philosophy Hall have that kind of door. And the reason you might have noticed, you know, that these heavy bolts was because they tried to break into his office. So it's all connected to the professor of terror. You know, it came out of that terrible, ugly moment. وجد إدوارد سعيد نفسه بين الأوراق والملخصات، وغرقت ذاته التي طالما كانت غريبة في تفاصيل القضية الفلسطينية، وقام بتحويلها إلى نظرية يدرسها ويطورها ويسعى إلى كشف مآلاتها، فأتبع كتابه الاستشراق بجزئين آخرين هما المسألة الفلسطينية وكتاب تغطية الإسلام. ثم توالت المؤلفات التي كان يستقبلها العالم في كافة مستوياته بحفاوة كبيرة. His text, the book called The World, the Text and the Critique, remains a singular achievement of his literary significance. Now, after the publication of Orientalism and soon after Orientalism, Culture and Imperialism, those two books became so important in the field of postcolonial studies that they overshadow his literary work. But the fact is that increasingly, if you go from one university to another, in US, Europe, the Arab world, etc., you will see that the significance of his literary work is increasingly coming to the surface. And in fact, I would even venture to say, without understanding his literary disposition, his preoccupation with the question of mimesis, we cannot understand Orientalism and covering Islam and so forth. The two aspects of his scholarship are interrelated. المعرفة هي أكثر شيء يخيف إسرائيل في الولايات المتحدة. مثل ما معروف ستيف بيكو كان يقول أقوى سلاح في يد القامعين هو عقول المقموعين. ف
فوقت اللي واحد بيقدر يسيطر على عقول المقموعين كسب نص المعركة أو ثلاث أرباع المعركة. فوجود أدوارد سعيد كان بمثابة جيش كامل من المقاتلين من أجل قضية فلسطينية. أبداً أبداً ما نستخف وما نستهين بقوة فكره التي استطاعت أن تتغلغل بعشرات المناهج. يعني هو لم يكن محصوراً فقط وجوده بالصراع العربي الإسرائيلي، كان موجود حتى طبعاً بأدب المقارن بالأساس وبالدراسات النسوية وبالدراسات ما بعد الكولونيالية وبعلم النفس وبالأنثروبولوجيا. فكان هو إشعاع وامتداده كتير كبير، وكان يكفي أنه اسم أدوارد سعيد يذكر حتى ترتعد فرائس الإسرائيليين. يعني كان هالقد بالنسبة إلهم يمثل كل شيء نقيض للفكر الصهيوني. كان أدوارد سعيد مش خصم، كان عدو حقيقي، عدو يهدد البنية الفكرية الصهيونية بجوهرها والسردية الإسرائيلية الصهيونية بكل مكوناتها. بالنسبة لإدوارد لم يكن المنفى مجرد توصيف لحالة المبعد عن وطنه، فالمنفى عنده ظاهرة لها تبعاتها الوجودية والثقافية، المخيمات واللجوء والعيش بعيداً عن وطن المحتل شكل بالنسبة له حالة اجتماعية وتاريخية تخلق تجربة حضارية متكاملة بشقيها المشرق والمظلم. وقد ضمن هذا التنظير في مقال أسماه تأملات حول المنفى. المنفى بكلمات الشاعر الأمريكي والاس ستيفنز هو ذهنية الشتاء، حيث تكون عواطف الصيف والخريف مثل العواطف الكامنة للربيع، قريبة ولكنها ليست في المنال. المنفى هوة قصرية لا تنجسر بين الكائن البشري وموطنه الأصلي وبين النفس ووطنها الحقيقي، ولا يمكن التغلب على الحزن الناجم عن هذا الانقطاع. وأياً كانت إنجازات المنفي فإنها خاضعة على الدوام لإحساس الفقد. فبالآخر كلنا بالمنفى، وهيدا هو وهيدا بيخلي بيعطي فلسطين موقع مهم جداً بالثقافة العربية والعالمية، بالثقافة الإنسانية بلا عالمية، مش على عالمية، بالثقافة الإنسانية، لأنه فلسطين تجسيد لهذا الشرط الإنساني اللي هو شرط المنفى، يلي أنا برأيي في شخصين، في كاتبين فلسطينيين كبار حولوا ل ل ل ل ل ل ل لمفهوم ثقافي وأدبي، هن إدوارد سعيد ومحمود. أدوارد سعيد كان يعتبر أن المنفى حالة من العذاب، ولكن من العذاب المبدع، يعني من العذاب الذي ينتج إبداعاً. تبه هو ما كان يعتبر أنه، وكان يدرس كورس، كان يدرس مساق بكولومبيا اسمه Intellectual Exile، المنفى الثقافي، وكان يجيب كبار المثقفين العالميين اللي هو تأثر فيهم ويدرس إنتاجهم ويحكي عن هذا المثقف المغترب عن مجتمعه، ولكن الذي يطرح رؤية جديدة ورؤية يعني خلاقة لإدارة الصراع الداخلي أو للسمو عن المشاكل الداخلية في كل مجتمع. في عام 1977 انضم إدوارد سعيد إلى المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل الهيئة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره، وأصبح من أهم مستشاري القيادة الفلسطينية في تلك الفترة وأحد أبرز الوجوه الذين سعت منظمة التحرير لإبرازها في حوارها مع الآخر. وباسم الشعب، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية.
كما أنه قام بكتابة وثيقة إعلان دولة فلسطين مع الشاعر محمود درويش، والتي تم إقرارها في نوفمبر من عام 1988 في الجزائر. كان هذا الاقتراب من منظومة صنع القرار في فلسطين بمثابة اقتراب معنوي من المكان الذي طالما افتقده. He was very close to, in fact, part of the Palestinian National Council. On the other hand, he was also very critical of many of their positions. He was a very independent mind. He absolute integrity. He bowed to no one. كان أدوارد يعني يستطيع الوصول إلى من يريد. كان يستطيع أن يصل إلى المرحوم الرئيس ياسر عرفات. ولكنه كان يريد أكثر من صانعي القرار. كان يريد أن يصل إلى الشعب. كان يريد أن يدخل في حوار وفي حديث مع الشعب الفلسطيني، مع الواقع الفلسطيني، مع النضال الفلسطيني. القضية كانت هل شعر أنه عامل من الداخل يستطيع أن يغير من الداخل، أو أنه خارج المكان يريد أن يتدخل ليستفز هذا الواقع. لم تكن بداية عقد التسعينيات ناعمة مع إدوارد، فقد اكتشف إصابته بمرض سرطان الدم. ذلك الاكتشاف الذي قلب حياة إدوارد رأسا على عقب ووضعه على العتبات الأولى من منفاه، سيكون له أثر بالغ في حياة إدوارد الشخصية ونتاجه الفكري. حين باشرت ذلك العلاج في آذار من عام 1994، أدركت أنني دخلت، إن لم تكن المرحلة الختامية من حياتي، فعلى الأقل المرحلة التي لا عودة عنها إلى حياتي السابقة. مثلي مثل آدم وحواء عندما غادر الجنة. وفي أيار من عام 1994 بدأت العمل على هذا الكتاب. هذه التفاصيل مهمة لأنها الوسيلة التي أفسر بها لنفسي وللقارئ مدى ارتباط هذا الكتاب بزمن مرضي، بحقباته وطلعاته ونزلاته وتقلباته كافة. لما إدوارد عرف وعرفنا أنه عنده هالمرض، كانت صدمة كبيرة إله ولإلنا كلنا. أولاً كان بعده صغير، كان عمره 55 سنة لما خبروا أنه عنده هالمرض. اكتشفوا هالمرض بأوله، ولكن الصدمة كانت صعبة، وأخذنا وقت كلنا لحتى نقدر نبلعه. No doubt, diagnosis of leukemia was extremely important in Edward Said's psychological, intellectual disposition. Suddenly, without expectation, he faced his mortality. But as he said in an interview, all it took was just one picture of Ariel Sharon to send him back to his moral, courageous imagination. He never buckled down at the face of death. لحظات المرض أعادت لإدوارد حالة الشعور بالخسارة. كان يشعر أن نكبة أخرى قد اقتحمت حياته لتخرجه منها من جديد. ذلك دفع إدوارد إلى التجرؤ لزيارة ماضيه. بجناحين من حنين وصراع للبقاء، طار إدوارد إلى القدس، إلى حي الطالبية من جديد، ومشى بين أزقة القدس التي تعرفه ويعرفها، حتى أصبح أمام بيته بكامل تفاصيله القديمة، لكن خوفاً ما جعل إدوارد يتسمر في مكانه، وأبقاه على بعد خطوات من بابه. وبعد صمت اعتراه برهة من الزمن،
التف عائداً دون أن يزور نفسه التي تركها هناك منذ 45 سنة. لا أستطيع لقاء الخسارة وجها لوجه، وقفت على الباب كالمتسول. هل أطلب الإذن من غرباء ينامون فوق سريري أنا بزيارة نفسي لخمس دقائق؟ هل أن أنحني باحترام لسكان حلم الطفولي؟ هل يسألون من الزائر الأجنبي الفضولي؟ لما رجع على فلسطين ورحنا لنزور البيت، بالنسبة لإله كان كتير كتير مؤثر المشهد لما وجدنا البيت وعرف البيت، بس ما قدر يفوت على البيت ولا قبل يطلب من أصحاب البيت إنه يفوت على البيت. تأثر كتير وما بده كان ضل شافه من برا. إن التحدي الرئيسي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني هو كان إدوارد يعرف جيداً أن مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لم يكن يبشر بخير، وقد استقال من المجلس الوطني الفلسطيني احتجاجاً على ذلك، فقد رأى أن هناك اتفاقاً كارثياً قد بدأ يلوح في الأفق. وقد تحقق ذلك بالنسبة لإدوارد عند إعلان اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والإسرائيليين في 13 سبتمبر 1993. كان هذا الاتفاق طعنة في صدر النضال الفلسطيني كما رآه إدوارد، فقد قال إن هذا اتفاق العار بالنسبة للفلسطينيين. كان الأمر برمته مخزياً، جعلتني الوثائق أستشيط غضباً. احتوت الرسالة الإسرائيلية لمنظمة التحرير على سطر ونصف فقط: تعترف الحكومة الإسرائيلية بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني. أما الرسالة الفلسطينية فكان طولها صفحة ونصفاً، تعتذر عن الإرهابيين وتقول إننا نتراجع عما ارتكبناه ولن نقوم بتكراره مجدداً، وأننا نعترف بدولة إسرائيل وحق التعايش السلمي، ويعترفون بكل ذلك متعاملين مع دولة لم تعلن حدودها الدولية حتى اليوم. Arafat returned or came to Gaza for the first time, was allowed to go to Gaza. And Edward raged at him when I was speaking to him. He said, this man, he carries out an Oslo agreement, he takes no maps with him, he takes no lawyers with him, and the Israeli government turned up with all their lawyers, and this man has never seen a Jewish settlement in the West Bank and Gaza, and he thinks he can negotiate, you know? And I think Edward was right. Arafat got taken for a ride. سبب الخلاف الرئيسي مع المنظمة، مع المجلس الوطني، كان مع القيادة السياسية، هو توقيع اتفاقية إعلان المبادئ عام 93. شعر بالغضب، كان غاضب من توقيع هالاتفاقية، وفي كتير مرات صار يكتب إشياء لها علاقة بالسياسة والتحليل السياسي، بينما أنا في نظري زي ما قلت تفجير السياسة من الداخل أحسن كتير من أنه تصير تنظر سياسيا بالنسبة لأدوارد. فشعر فيها أنه خذل، وأن الشعب الفلسطيني نفسه خذل بهاي الاتفاقية. إدوارد سعيد كان يعني ما كان عارف تماماً كيف الوضع، ما هو الحل الأمثل للقضية الفلسطينية، هل هو حل الدولتين أو هو حل الدولة الديمقراطية الواحدة على كامل فلسطين التاريخية. كان يتقلب بين هاتنين، ولكن أعتقد أنه ميله الأكبر هو نحو دولة واحدة، وهذا أحياناً كان يعني يملي عليه أنه يعمل نوع من مما أنا كنت أعتقده أنه نوع مباشر من التطبيع الثقافي. يعني هو ما كان عنده أي مشكلة
بالتحدث، بالعكس كان يرحب بالتحدث والتواصل مع المثقفين الإسرائيليين، مع السينمائيين الإسرائيليين، مع الموسيقيين الإسرائيليين. هو طبعا سياق أمريكي كمان مختلف، يعني هو مش عايش بلبنان وعم يلتقي الإسرائيليين، هو عايش بأمريكا، بأمريكا مضطر الواحد أنه يحكي بهذا. بس أهمية أدوارد سعيد أنه تحديدا بالسياسة من بعد 93 كان كتير بارز بموقفه، وكان يعني مدعاة لتقدير كل الناس، كان واضح بفهمه المشروع الصهيوني وصار جريء بنقد السلطة الفلسطينية. I think Edward was reaching a stage of frustration that he was beginning to think there would never be a Palestine. You can in his very later writings, if you read them in Al-Ahram for example, and some of his essays, it comes across very clearly that while he's in one part of his mind he's still stating the absolute injustice of what happened to the Palestinians and the need for a Palestinian state, any Palestinian state. But I think he was beginning to realize that the extent of Jewish settlements, colonies on Arab land, the theft of Arab land for settlements and colonies for Jews and Jews only, had reached the stage where he couldn't really see there being a Palestinian state, a real one. I mean, you know, which is has its own security and which has its right to land and which, you know, cannot be overflown by anyone else unless permission. I think he began to realize that this was becoming less and less realistic. ظلت الموسيقى إلى جانب أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لإدوارد من أكثر الأشياء ثباتاً وأصالة في حياته. صمدت الموسيقى أمام عشرات المتغيرات في حياة إدوارد سعيد. ألف إدوارد 3 كتب حول الموسيقى، وهي متتاليات موسيقية، وكتاب الموسيقى والأدب ضد التيار، وكتاب المتشابهات والمتناقضات بالاشتراك مع الموسيقي الإسرائيلي دانيال بارنبويم الذي أسس معه أوركسترا ديوان الغربي الشرقي، وهي أوركسترا جمعت شباناً فلسطينيين وإسرائيليين وعرب. تلك الشراكة جلبت كثيراً من الجدل والنقد للبروفيسور إدوارد سعيد. إدوارد كان موسيقي وفي مدي كان عم بفكر بدل ما يتخصص بالأدب الإنجليزي يتخصص بالموسيقى، وكان ناقد موسيقي وكان يكتب عن الموسيقى، فهيدا شي جمعه مع دانيال، اثنيناتهم عم بيجربوا يلاقوا شو المشترك بينهم مش شو اللي بيفصلهم. وبآخر هالرحلة بهالكتاب بيفرجوا انه هني كسروا جدار كتير هاللي كان فاصل بينه، طلعت فكرة انه يجمعوا موسيقيين عربي واسرائيلي سوا. قلت لأدوارد سعيد فيما يخص الشراكة مع بارنبويم انه انت بالاخر عم تلتقي باسرائيلي وعم تعمل مشروع مشترك، قال لي هذه موسيقى وليست سياسة. قلت له لك يا أدوارد انت علمتنا انه ليس هناك فصل بين الموسيقى والفن من جهة وبين السياسة من جهة أخرى، أنت صاحب كتاب الثقافة والإمبريالية الذي تتحدث فيه عن دور الثقافة في تشريع الاستعمار، كيف تجي بتقول أنه جمع بين موسيقى إسرائيلي وموسيقيين شباب فلسطينيين وسوريين ولبنانيين وإسبان وأمريكيين هذا ليس تطبيعا؟ فهنا دائما كان في نوع من الصراع، وقال لي بالآخر قال لي أنا فشلت معك، يعني هذا كان هذا عنوان أحد مقالاتي، قال لي أنت من الطلاب اللي أنا فشلت معهم فيهم. للحجارة في فلسطين رمزية لا تصلح في غيرها، حيث أصبح وقعها كالرصاص بالنسبة للرأي العام العالمي. في تموز يوليو من عام 2000 أثناء زيارة إدوارد لمنطقة باب فاطمة بعد تحريرها من الاحتلال على الحدود اللبنانية الفلسطينية، قام إدوارد برمي حجر باتجاه الحدود المحتلة ليعود لقب بروفيسور الإرهاب ويرتبط باسم إدوارد في تلك الفترة. إدوارد سعيد، we are honored to walk on the same walkway that you walk or throw any stone that you throw. It was a symbolic move, had nothing to do with anything. They have changed the meaning, tried to change the meaning of intifada, which has to do with violence. Has nothing to do with violence. Intifada means a Palestinian who stands up and says, I'm a Palestinian. That's intifada. A Palestinian who
goes to Qubbat al-Sakhra, that's an intifada. A Palestinian who eats musakhran, that's an intifada. It's, all intifada means resistance to occupation and theft of your homeland. That's what intifada means. Throwing of a stone from across a border is a meaningless symbolic act. It has nothing to do with terrorism. It's expressing the fact that Israel was repeatedly invading Lebanon, devastating southern Lebanon, bombing Beirut over and over. And this was an act of symbolic resentment and opposition to this, to these constant attacks. The professor of terrorism is an interesting phrase. It has to do with the way the term terrorism is used in the United States. Now, terrorism has a very narrow meaning in U.S. discourse. It refers to the allegedly terrorist acts of others, but not of ourselves and our allies. بعد شهرة عالمية تجاوزت حدود الزمان والمكان وإنتاج فكري وحضاري أثر في مسير العديد من الدراسات حتى يومنا هذا. وفي 25 من أيلول سبتمبر من عام 2003 آثر جسد إدوارد الراحة على إكمال قتاله مع المرض، وكان طلبه أن يدفن في لبنان لتحلق روحه قريبا من المكان الذي طالما كان يلوح كالحلم. وقال: إذا مت قبلك أوصيك بالمستحيل. سألت: هل المستحيل بعيد؟ فقال: على بعد جيل. سألت: وإن مت قبلك؟ قال: أعزي جبال الجليل.